وكعادتنا في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدا معاكم اولى فقراتنا بتذكير لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن ابرزها عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعه المشروع القومي لتطوير صناعه الغزل والنسيج واستعراض اهداف السياسه الاستراتيجيه للقطن المصري واللي بتتمثل في تحسين استدامه سلسله توريد القطن المصري وزياده انتاجيه الفدان. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض ملامح المشروع المقدم من احدى الشركات لانتاج الامونيا الخضراء بخليج السويس. رئيس الوزراء قال ان الدوله بتوفر كل الامكانيات عشان تكون مركز اقليمي لانتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء. تفاصيل واخبار اكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اللقاء اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات وزارة قطاع الأعمال العام. خلال اللقاء تم استعراض موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وأهداف السياسة الاستراتيجية للقطن المصري اللي بتتمثل في تحسين استدامة سلسلة توريد القطن المصري وتحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة لزيادة إنتاجية الفدان، فضلاً عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة وأيضاً زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة بنشمارك باور انترناشنال لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بيتوافر بها قدرات كبيرة بتؤهلها لتكون مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في ظل الحوافز الكبيرة اللي بتمنحها الدولة للمشروعات الخضراء وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تماماً من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول لمستويات الحياد. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالفريق شارلتون بالك وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة اللي بتربط القوات المسلحة لدولتي مصر وجنوب السودان، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري بين البلدين مستقبلاً.